جوانب مجلس وزراء الخارجية العرب في الدورة. دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياتهم وفقا لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري، ووضع حد الانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها منذ أكثر من عامين. قرارات تكون بين أيديكم والأمين العام.